للملابس التقليدية صنف القفطان والجلابة النسخة الثانية المنظمة على هامش المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية. إذا نستقبل بحرارة أيام حضور الكريم، نستقبل مجموعة من الوجوه اللي عندها ما تقول في هذا المجال ديال التصميم خصوصا في الملابس، ولكن نقولوا الملابس كنقولوا الثقافة. إذا هذا اللباس عموما هو ثقافة، رمز من رموز ديال الثقافة ديالنا المحلية. ونستقبلوا معايا أيام حضور الكريم، نستقبلوا وأول من أعضاء الشرفة إتباع وكذلك لجهات سوس بصفة عامة باسمي وباسم لجنة التحكيم. نشكر كذلك جمعية الصايرة على جمعية التميز الإقليمي بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية لجهات سوس اللي فكرت في هذه الالتفاتة الجميلة والالتفاتة الرائعة من أجل يعني تنظيم مثل هذه المسابقات اللي في أمس الحاجة الصناعة والصناعات من أجل اكتشاف يعني المنتوجات ديالهم. الحاضرين والحاضرات، تحية للصانعات والصناع التقليديين، تحية للإخوان الأعضاء اللجنة، تحية للأعضاء الغرفة ورئيس الغرفة الصناعة التقليدية، وكنتمنى التوفيق للجميع. مر بنجاح. أنا أود أن أشكر العارضات والعارضين المساهمة ديالتهم في نجاح هذا المعرض نيابة عن الرئيس والأعضاء الإخوان ديالنا، كنحييهم وكنشكرهم. كذلك كنشكر جميع المساهمين، مجلس إقليمي، من جماعة ترابية، من السلطات المحلية، ومن السي عمر اللي تعاون معنا هذا الأسبوع كاملا يعني في المساهمة ديالته في إنجاح هذا المعرض. اليوم مسابقة ديال أحسن مصمم اللي كتنظمها جمعية التميز الإقليمي بشراكة مع غرفة الصناعة التقليدية جهة ماسة، كنشكر السي رضا كذلك على يعني المبادرة ديالته. حنا كغرفة يعني أي حاجة في القطاع ديالنا والتي تدخل في اختصاصات ديال القطاع ديالنا حنا مستعدين أننا نساهموا وندعموا ونجحوا إن شاء الله. وكنتمنوا أن هذه النسخة هذه إن شاء الله النسخة الثالثة تكون يعني تحسن إن شاء الله ونتعاون فيها فيما هو يعني قادم إن شاء الله. غرفة الصناعة التقليدية بعيون، وكنشكروا جميع العارضين اللي داو واحد المنتوج اللي هو اسميتو كيعاون هذا الشاطئ باش يعمر بالزوار. وكنشكر السي رئيس المجلس الإقليمي اللي جاب لنا المعرض لهذه الجماعة، وكنشكر السيد الرئيس حتى هو اللي قدم جميع الجميع المأمورية ديال هذا المعرض باش يدوز في أحسن الظروف. وكنشكر السيد سي عمر الصرحي صاحب هذا المخيم الدولي حتى هو اللي سمح لنا في الباركينغ ديال فاش قام المعرض وخلينا الجبال ديالو. وكنشكروا جميع العارضين اللي قدموا واحد سميتو ديال كاين واحد القوة بيناتهم العارضين، وتنتمناو مستقبلا باش نطوروا هذا المعرض يكون من أحسن إلى أحسن. وشكرا. شكرا سي إشيفي على هذه الكلمة الطيبة. وكما كتعرفوا جميعا بأن جامعة سيدي وحسين هذه الميثاق السياحية اللي صراحة هذه السنة عرفت واحد التوافد كثير، واللي صراحة واحد الإقبال كثير من طرف ساكنة ديال الإقليم والأقاليم أخرى اللي جاو كذلك هذه الميثاق السياحية. وأكيد يدل على شيء فإنما يدل على دائما على بر التاريخ دائما سيدي وحسين هو ومنطقة ديال السياحة ومنطقة ديال الترويج على النفس، وكذلك مجموعة من المناطق يعني الناس دائما كيجيو لهذه المنطقة اللي هي قريبة ومتنفس ديال الدواوير والمنطقة الموحدية. ونشكروا الإخوان ديال الصناعة التقليدية رئيس ومكتب اللي كنحيوهم حرارة، يعني هما اللي كانوا السبب وخا كاينين شركاء باش يوصل هذا المعرض لهذا المستوى فاش دار وهاد الأنشطة هادو، يعني واحد المجهود كبير قاموا به هاد الإخوان، لازم نشكروهم ونشكروا جميع الشركاء ديالنا ونشكروا الصناع التقليديين والصانعات حتى هما اللي تحملوا يعني السفر وشاركوا يعني وجابوا المنتوجات ديالهم باش ينجحوا هذا المعرض هذا. رئيس غرفة الصناعة التقليدية وأعضاء غرفة الصناعة التقليدية اللي سهرين صراحة في إنجاح هذا المعرض،
وكذلك كنشكروا اعضاء المجلس الاقليمي رئيسا واعضاء ونوابا. وصراحه كان واحد الجو عائلي اللي استفدنا فيه بزاف ماديا ومعنويا، وكذلك تعرفنا على ناس جداد اللي صراحه هذا الشيء كيفرح، وكنتمناو ان شاء الله انه هذا الشيء يزيد للقدام ويتم تمديد هذه المده ديال المعرض ان شاء الله تكون اكثر واكثر. انا شاركت في هذه المسابقه الاقليميه، بعض المشاركات شاركوا معنا في الدوره الاولى، كلكم كتعرفوا ديك الاكراهات، كنا شاركوا بدينا المسابقه على اساس يكون تتويج في حفل ديال 8 مارس، وجا واحد الحدث اللي كنا وقف العالم كامل هو ديال كورونا، قدر الله ما شاء فعل. ديك الوقت ما تمكناش باش نفرحوا الفائزات حيت ديك كورونا راه وقفت كل شيء. اليوم ان شاء الله كنتمنى هذه الدوره الثانيه تكون خير خلف خير سلف ان شاء الله، تكون ناجحه وان شاء الله غادي تكون ناجحه، والبوادر ديال النجاح راه باديه في سواء المنتجات باش غادي تشاركوا، كذلك بالرجال ديال لجنه التحكيم كاملين وديال الغرفه والشركه ديال الغرفه. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله هذه الدوره تكون دافعه قويه باش نكملوا ان شاء الله تكون دورات اخرى في المستقبل. لكم تنميه البارف في تلبيه الدعوه للتغطيم الحفله اللي نحمسك تين سيدي والسي يعني حماس العاميش للحفله الختامي للمعرض الاقليمي للصناعه التقليديه اللي تنظم طيله الاسبوع يعني من 15 حتى 21 الحفله الختاميه التي المسابقه هذه المسابقه احسن مصممه ديال الملابس التمغاري يعني ابرتان التمغاري تجلبي وكذلك القفطان. المسابقه اللي شاركت توكدو كورن 20 متسابقه اللي حنا تمثلي دوش كان حماس الاقليم جماعه الاقليم سيدي بيبي بوراي تعميره غيدني تحسيد وسي مسا الى ذلك يعني التمغارينا دار اللي شاركنين ثلاثة لجنه التحكيم اللي قال داري التخصص مي اثنين راه يختار تالي ربح جلبي وكذلك تالي ربح حماسك تين القفطان هدف حماس المسابقه اللي كان شجعتهم مغارينا دات نفع حفزت مزيان باش هذا كانت سلك دام فين تاع الابداع عظنين احتنا ربي مرسيس. معكم مليك كامود من مدينه اكادير، جيت اليوم كمصممة ازياء نكون مع هاد الناس هادو في لجنه التحكيم، واليوم فرحانه بزاف حيت جيت نزور هاد المنطقه ديال سيدي والساي تاعي زوينه تبارك الله، وكنتمنى التوفيق للمصممات والعارضات وكلشي كان زوين الحمد لله. هاد المسابقه هادو نشجعوا النساء ديال هاد المنطقه هادي وكنتمنى لهم التوفيق، والفكره كانت زوينه والتوفيق للجميع. مروان بحمان مشارك في تصميم ملابس، تنشكروا الجمعيه ديال التميز الاقليمي اللي عطاتنا هاد الفرصه باش نقدموا المنتج ديالنا. كاينين مصممين ومصممات كل واحد غادي يبين القدرات ديالو في هذا الدومين. المهم تفتح لنا افاق نتعرفوا نحتكوا مع الناس. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.